والوارد والبارزة جدا في تنظيم الأهلي لبطولة أفريقيا للكرة الطائرة للرجال، البطولة اللي انطلقت النهاردة بعد النجاح الكبير لطائرة السيدات وبعد تتويج الأهلي ببطولة أفريقيا للسيدات قبل أيام، جاء الدور على الرجال عشان ينظم الأهلي هذه الاحتفائية الكبيرة جدا بالأشقاء الأفارقة وينطلق من قلب النادي الأهلي هذا الهتاف وهذا الحلم الواحد لأفريقيا، متسقا الأهلي في أهدافه الوطنية الكبيرة مع التوجه العام لمصر في هذه الفترة اللي رجعت تقود القارة الأفريقية. مصر ترأس الاتحاد الأفريقي في هذه الدورة، الرئيس عبد الفتاح السيسي يرأس هذه الدورة، فلما مصر تتجه بكل ثقلها وبكل قيمتها وبكل تاريخها نحو قارتها الأفريقية تكون يد الأهلي الرياضية ممدودة إلى الأشقاء الأفارقة. من المؤكد أنه المشهد الأفريقي فيه تفاصيل كتيرة. معنا على الهاتف الدكتور مهند مجدي، عضو مجلس إدارة النادي ورئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة. دكتور مهند أهلا بيك. أهلا وسهلا أستاذ إبراهيم، وأهلا بالعدل القيعي، ووحشنا جدا والله. ابننا الجميل اللي مشرفنا واللي بيمثل لي مفاجأة سعيدة جدا كل مرة يتصدى للعمل، يعني كيف جاء هذا اليوم؟ الله يخليك يا باشمهندس محمد. عندي انا طبعا يعني سعيد جدا بكلام حضرتك، واحنا طبعا بنتعلم منكم، يعني احنا كلنا اجيال متواصلين، وحابب طبعا اشكر ناس كتير جدا هي اللي وصلتنا للمرحله دي، على راسهم طبعا الكابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره اللي فعلا كان داعم لينا بشكل كبير، وفعلا لينا كشباب ان احنا نبدع وان احنا نبتكر وان احنا نقيم شغلنا وبعد كده نرجع نصلح تاني. ف يعني بشكرهم كلهم جدا طبعا، والحمد لله ردود افعال الناس على اليوم النهارده وعلى الافتتاح بتخلينا ننسى التعب والمجهود اللي احنا كنا فيه الفتره اللي فاتت، وربنا ان شاء الله يكلل مجهودنا بالتتويج باذن الله ان شاء الله يوم 10 ابريل ان شاء الله. كم فريق اشترك يا دكتور مهند؟ احنا اشتركنا 22 فريق في البطوله دي، ويمكن ده ثاني اكبر عدد لفرق مشاركه، وكان اكبر عدد لفرق مشاركه النسخه الماضيه على طول، اللي برضو شرف النادي الاهلي بانه يحتضن النسخه دي، وكانت 24 فريق. الافتتاح النهارده كان مع نادي من الكوت ديفوار، من ساحل العاج. المباراه جاءت طيبه على فكره، وقدم الاهلي عرضا طيبا يرضي الحاضرين، لكن كمان الاغنيه المنتقاه بعنايه جدا، احنا زعنا جزء منها في مدخل البرنامج، بيتفق تماما مع الظرف الذي تعيشه مصر الان في احتضانها للاشقاء الافارقه ورئاسه مصر للاتحاد الافريقي. والله طبعا احنا دي كانت ان شاء الله الاغنيه دي يعني تبقى ايقونه الناس كلها تفتكرها دايما، البطوله بيها حبينا دايما المره دي ان احنا نكون مختلفين شويه، نخرج عن المالوف، ففكرنا ان ليه ما نعملش اغنيه رسميه على غرار كاس العالم وبطولات العالم والبطولات والاولمبياد، فليه كاس اللي هو كاس ابطال افريقيا لكره الطائره للابطال للانديه الابطال، ده حدث كبير جدا في القاره السمراء، اذا ما كانش الحدث الاكبر بالنسبه للكره الطائره، ففكرنا ان احنا نعمل حاجه زي كده تبقى في الذاكره، وفي نفس الوقت نوصل رساله اذا ما كانتش توصل عن طريق مصر والنادي الاهلي فهتبقى توصل عن طريق مين، يعني ان احنا كان هدفنا ان احنا نقول ان احنا كلنا في القاره السمراء على قلب رجل واحد، وان احنا طموحاتنا واحده ومشاكلنا متشابهه وصعوباتنا متشابهه، فاذا ما كناش نبقى قريبين مع بعض وقريبين من بعض هنبقى يعني مش هنقدر نتقدم خطوه، فدي كانت الفكره في الاغنيه، الحمد لله يعني كتبت وسجلت. دكتور مهند، انت قدمت لي مفاجاه جميله جدا دلوقتي، يعني هذه الاغنيه منتجه خصيصا للبطوله؟ يعني طبعا النادي الاهلي هو اللي كان وراء اصدار هذه الاغنيه، دي اغنيه رائعه، يعني لما تخش في 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 اطار المشهد العام ولا اروع يعني. لا طبعا اتعملت مخصوص للبطوله دي كاضافه للاحداث اللي في البطوله، وحاجه تبقى للذاكره، حاجه الناس كلها تفتكر بيها البطوله،
وزي ما قلت لحضرتك ان احنا نعمل حاجه خارجه عن المألوف وبره الصندوق زي ما بيقولوا، ودي المساحه اللي انا بشكر فيه عليها مجلس الاداره ان هو بيدينا المساحه ان احنا نبتكر. لا طبعا الفتره اللي فاتت احنا تعبنا جدا جدا في ان احنا نعمل الاغنيه وتبقى ملائمه للرساله اللي احنا عايزين نوصلها. وعايز اقول لحضرتك ان الاتحاد الافريقي للكره الطايره سعيد جدا بالاغنيه وبمعناها اللي ما كانش متوقع طبعا، لان الاغنيه اتذاعت لاول مره في الافتتاح، لان هو دايما كان بينادي بالرساله دي. ويمكن اللجنه الاعلاميه للاتحاد الدولي لكره الطايره طلبت مننا فورا بعد الافتتاح يعني السورس او الاكسبورت بتاع الاغنيه، الكلين فيد زي ما بيقولوا، عشان تبتدي هي تنزلها على قنواتها اذا كانت على السوشيال ميديا او كل المنصات الاعلاميه بتاعتها. فدي طبعا يعتبر نجاح كبير جدا للافتتاح وللبطوله. بقول طبعا بشكر كل الناس اللي تعبوا في عشان يطلعوا حفل الافتتاح بالشكل ده، وبقول ان اللجان والقيادات والاداره التنفيذيه بيبان دورها في البطولات في يوم الافتتاح ويوم القرعه من العمليه التنظيميه، والجانب الفني للفرق الفرق اللي بتشارك بيبان في اليوم النهائي للبطوله بالتتويج باللقب ان شاء الله. فباذن الله نكمل الصوره باذن الله يوم 10 ابريل ان شاء الله. ان شاء الله. دكتور مهند، طبعا وجود حشد كبير من الافارقه في مصر في التوقيت ده، احنا بنتكلم على 21 نادي بالاضافه للنادي الاهلي، هل تم الترتيب مع هيئه تنشيط السياحه او اي جهات سياحيه مسؤوله عشان يتعمل برنامج يرحب ويقدم حاجه لمصر؟ طبعا احنا شغالين، دي كانت دي المرحله اللي فعلا حضرتك سبقتنا كده في، او يعني حضرتك كده مواكب معانا التفكير. احنا كنا عايزين نطلع الاول الافتتاح بالشكل اللي يليق بالنادي الاهلي وبالقاره الافريقيه وان احنا ممثلين للاتحاد الافريقي. تمام. بعد كده نبتدي نفكر في المرحله الثانيه، وهي فعلا زي ما حضرتك بتقول ان احنا نبتدي نستفيد من وجود الفرق الرياضيه في تنشيط السياحه، وخصوصا في بعد ما مصر بقت يعني هي رئيس الاتحاد الافريقي، وكمان احنا داخلين على تحديات كبيره زي كاس الامم الافريقيه. كل ده بيوري الناس المناخ العام في مصر قد ايه هو مفيد جدا وصحي لو احنا عايزينه يطلع كده، ولو عايزين ان احنا نظهره بالشكل الايجابي. وما فيش افضل من النادي الاهلي انه يقوم بدوره المجتمعي فيه، انه يبقى ضلع مهم من الاضلاع اللي بتكمل الصوره، بما انه هو صاحب الرياده في الرياضه في مصر. تمام. وانا عندي اقتراح بقى، يعني عشان نستفيد من هذه المفاجاه الساره، يا ريت الأغنية دي تترجم وتتغنى باللغات مختلفة، وكل فريق ياخد سيديهاية حلوة يرجع بيها كده، أو كل اتحاد عنده فرق مشتركة أو مشاركة ترجع بهذه الأغنية وهذا المعنى. يعني ما شاء الله واضح إنك، أنا حاسس إن حضراتكم كنتوا تقريبا معانا وإحنا بنتكلم في الاجتماعات. إحنا فعلا يمكن طرحنا حاجة شبه كده. إحنا طبعا اللي قدرنا نعمله في الأغنية إن إحنا ترجمها للغه الانجليزيه وكانت موجوده في الكليب، لكن في نفس عرضها في الصاله كنا بنترجم لايف باللغه الفرنسيه. فجه مقترح فعلا من كثير من الفرق الافريقيه اللي بتتكلم اللغه الفرنسيه ان احنا نعمل لهم ترجمه للاغنيه باللغه الفرنسيه. فان شاء الله يعني انا يعني سعيد جدا جدا ان احنا ما شاء الله يعني كلنا في نفس الاتجاه. ولاد الاهلي دماغ واحده يا مهند. ايوه صح صح يا مهندس، ربنا يديك الصحه يا رب. ويا ريت تكون موجوده في الاذاعه الداخليه طوال الماتشات على الاقل في البدايه، يعني كل فريق مجرد ما ينزل يبدا يسمع في خلفيه الصاله الاغنيه سواء بالانجليزي او لو اترجمت للفرنساوي ان شاء الله. صحيح، احنا بنحاول انها نزرعها في عقول كل الناس اللي شاركوا، بحيث ان اي حد شارك اذا كانوا اعلاميين، صحفيين، جماهير، اعضاء فرق رياضيه، مدربين، يبقى مبسوط. احنا بنبص لبعد 10 سنين 20 سنه ان حد يقول انا كنت موجود في الحدث ده. دايما احنا شغلنا في الاتجاه ده يعني. طيب الجمهور بقى يا دكتور. طيب. يعني الجمهور عامل مهم جدا لنجاح اي حدث، وحدث زي كده احنا شفنا مجرد ما الجمهور دخل في الفاينل بتاع البنات فرق كتير جدا. طبعا. ايه اللي بيبذل من جهود في مساله ان احنا يكون في حضور جماهيري في البطوله ديت؟ احنا طبعا شغالين بقالنا فتره على قدم الوثاق، المجلس بالكامل عارف دور واهميه الجمهور في البطولات اللي احنا بناخدها، وعارف ان هو ليه الدور الاساسي في حصد البطولات. يمكن ما حلفناش الحظ ان احنا نلحق
نوصل لبعض المراسلات اللي ما بيننا وما بين الجهات الامنيه، لان هي الجهه المفوضه في انها تقول لنا ممكن الامور تمشي ازاي، والاليات احنا اللي بنحطها كنادي اهلي. يمكن ما حلفناش الحظ ان احنا نلحق قبل المباراه الافتتاحيه، لكن الحمد لله وصلنا لاتفاق النهارده ان احنا هنبتدي ان يشارك الجمهور معانا في المباريات اللي جايه. صحيح العدد هيكون مش العدد اللي احنا بنطمح او بنعمل ليه 300 حد من الجماهير، ولكن دي دايما بتبقى نواه وبدايه، وان شاء الله باذن الله عندنا ثقه ان بعد كده هنقدر ان احنا نبني جسور الثقه، ان احنا نقول ان احنا قد ان احنا نحكم العمليه، لان احنا مش الفكره في ان احنا نقول العدد قد ايه قد ما الفكره ان احنا نقول الاليه اللي هيتنفذ فيها العدد، بحيث ان يبقى كله الاطار محكوم ومعروف رايح فين وجاي منين. وده اللي احنا باذن الله هنعلنه بكره، هنشتغل عليه ونعلنه بكره، وهنعلن باذن الله دخول الجمهور هيبقى من امتى وايه هي الاليه ان شاء الله. انما الاعضاء مسموح لهم مش كده؟ اه طبعا الاعضاء مسموح لهم، الحمد لله كانوا متواجدين النهارده بقوه ورا الفريق، وكانوا عاملين يعني تابلو جميل جدا، وفاضل بقى نكمل الصوره بوجود جماهيرنا ان شاء الله. واحنا نتمنى ان جماهيرنا ما يدوش الفرصه لحد يتلكك، ويكونوا برضو هم باستمرار الجزوة اللي بينطلق منها كل امل يعني. بالظبط. ان شاء الله كل التوفيق يا دكتور مهند، والحلقه الجايه نكلمك والنجاح متواصل باذن الله. البرنامج تحت امر افريقيا، احنا تحت امركم. جدا ليكم بجد. بالتوفيق. شكرا جزيلا للدكتور مهند نجدي، عضو مجلس اداره النادي ورئيس اللجنه المنظمه لبطوله افريقيا للكره الطايره.